ثانيا حابه اوضح بس الفكره، الازمه احنا عندنا الازمه دي بتتكرر كل سنتين او كل 3 سنين. الازمه اللي حصلت ديت بسبب ان احنا عندنا مصنع تم، هنقول ان تم عمل ابديت او تم تحديث خط الانتاج بتاعه فتوقف تماما عن العمل، فما بقاش عندي غير مصنع واحد اللي هو مصنع اسكندريه. اوكي. ده فتح المجال للسوق السوداء ان هم يبداوا يبيعوا بنج الاسنان طبعا باسعار مبالغ فيها. علبه البنج وصلت من 400 جنيه ل 1500. فطبعا بقى دكتور الاسنان مضطر يا يشتري سوق سوداء يقفل عيادته. ده بالنسبه للقطاع الخاص. بعد اجتماع طبعا دكتور خالد عبد الغفار معالي وزير الصحه وسياده اللي هو بهاء رئيس هيئه الشورى الموحد، ودكتور سامر هيئه الدواء، ودكتور ايهاب هيكل، ودكتور وليد حسن رئيس الاداره المركزيه، كان يوم الاحد اللي فات. وكان الجميل في الموضوع ان معالي الوزير في الاصل طبيب اسنان، فكان متفهم تماما الازمه اللي حاصله طبيعي، فوجه بسرعه انهاء الاجراءات الجمركيه، وده اللي الدكتور ايهاب كان بيطالب بيه طول الوقت، ان طلعوا لنا الشحنات المتاخره علشان نبدا توريدها ونبدا عيادات الاسنان ما تبداش تقف. صحيح. تم وضع حلول بتوريد بنج الاسنان، هيتم من خلال بالنسبه للقطاع الحكومي هيتم من خلال الوزاره. الوزاره هتوزع على مديريات الصحه، ومن خلال النقابات هتبدا توزع على دكاتره الاسنان.